هي جميلة جدا، زيها زي اللي بنجيبها من المحلات، وطعمها روعة صدقوني. وصفة مش هتبطلي تعمليها لأولادك. وانا رشا ناسي مع كوكينج، اهلا بيكم في قناة ناسي مع كوكينج. النهاردة ان شاء الله جبت لكم وصفة شوكولاتة. هنعمل شوكولاتة في البيت، هي حلوة جدا وسهلة وتعمل معاك كمية كويسة. للوصفة هنحتاج كوب سكر ناعم، سكر باودر، كوب حليب باودر لحظة، كوب حليب سائل، كوب زيت نباتي، عندي هنا كوب الا ربع كاكاو بني، عندي هنا كوب شوكولاتة طلي. هنا ممكن تستخدمي الشوكولاتة العادية تدوبيها وتحطيها معاهم. هنحتاج رشة ملح. قبل ما نبدأ الفيديو وطريقة التحضير، متنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اي جديد بنزله. بالنسبة للمقادير والمكونات هتلاقوهم تحت في الديسكريبشن، صندوق الوصف، بالعربي وبالانجليزي. اي فيديو بتلاقوهم تحت. ما طولش معاكم في الكلام ويلا بينا نبدأ الفيديو. هنا هنحط السوائل الاول، هنحط الحليب، هنحط الزيت، هنحط كل المكونات مع بعض ما عدا الشوكولاته، هنخليها في الاخر خالص. هنحط رشه ملح، رشه صغيره، دي بتظبط تخلي بقى الشوكولاته حلو كتير. الشوكولاته بتاعتي جاهزه، ضفت كوب الشوكولاته زي طن. جميلة جدا. انت لو حبيتي يكون اخف من كده نقصي من المكونات الجافة بس كده. حلوة للطري، الاطفال بيحبوها كتير. انا هنا استخدمت شوكولاتة الطري ماكسوم من الجزائر، كلنا بنعرفها. انتوا تستخدموا اي نوع شوكولاتة بتحبوه، وقلت مش شرط يكون شوكولاتة الطري، كنت تستخدموا علبة شوكولاتة عادية عشان يكون مزاقها كويس عشان الأطفال يحبوها. صدقوني جميلة جدا، كأنها جبناها من المحل كده. بكوباية شوكولاتة عملنا كمية كبيرة زي ما انتم شايفين، ممكن تحتفظي بيها في التلاجة عادي. كده الوصفة بتاعتي اهي، شوفي هي جميلة جدا، زيها زي اللي بنجيبها من المحلات، طعمها روعة صدقوني. وصفة مش هتبطلي تعمليها لأولادك ولمناسباتك. هي وصفة هتعجبك جدا قوي، مش هتندمي عليها. وبكده يكون الفيديو بتاعنا انتهى. اتمنى تكون الفيديو وصفة عجبتكم ويكون شرحي بسيط. لو في اي تفسير اكتبوا لي الكومنت. ما اطولش عليكم بالكلام، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.